هاد السيد راه عنده دار، راه عندكم لادريس ديالو، راه كاين تقديم عند السيد وكيل الملك، راه جنايه هادي. راه خلاو الناس الكبار اللي بغى يبوسك راه كيعرف فمك في الظلام. راه هاد الناس كون باغيين يديروا خدمتهم كون مشاو صيفطوا ليه واحد حتى للدار. راه مضرور، راه عصب تقطع، راه كون جاو عنده حتى للدار. اجي يا ولدي راه عندك تقديم غدا، وكدار راه السيد عادي خصها تعطاه. راه ما غيديروش شي حاجه فوق القانون، ولكن هما ما بغاوش يديروه لانهم تعمدوا ما يديروهاش. اعزائي المشاهدين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مره اخرى. دائما من الدار البيضاء. اليوم معنا كارثه بكل المقاييس ديال شاب اللي تعرض لمحاوله قطع اليد شهر دابا، والى يومنا هذا ناموا ولا تستيقظوا. والغريب في الامر هو داكشي اللي داروا معاه الجندارم. الجندارم ديال حد السوالم، الجندارم ديال حد السوالم. انا ملي سمعت هاد القصه وليت كنطرح علامه استفهام، واش هاد الناس مع الظالم ولا مع المظلوم؟ واش هاد الناس محطوطين في هذوك البلايص باش ياخذوا الحق لصاحب الحق، ولا باش يظلموا صاحب الحق؟ ان السيناريو المفبرك اللي تحكى لي دابا من عند الشاب احمد، ف غادي يبان الاعمى والمغاربه كاملين غيفهموه. ومادام احنا في بلاد الحق والقانون، فاليوم احمد عنده حق في انه يتكلم ويحكي ويوصل الرساله ديالو للمسؤولين، اللي الحمد لله بالتجربه ديالنا على صوت العداله ما كاينش شي واحد كيتكلم ما كياخذش حقه. غنسمعوا القصه ديال الشاب احمد كيفاش حتى تعرض هذه المحاوله قطع اليد، وشكون اللي تملص من العقاب، وكيفاش وعلاش. احمد على السلامه اخويا، بغيتك تحكي لي احمد من البدايه كما حكيتي لي قبيله اشنو اللي وقع بالضبط حتى وصلتي لهذه المرحله هذه. ودي كنت في البلاصه في ساكن، انا مريح في البلاصه في ساكن، السكنه في كين في كنسكن فينا بلاصه في دوار ولاد الليل الساحل اقليم حد سوان، جامعه ديال حد سوان. كنت مريح في البلاصه في قريب السكن ديالي، مريح جا واحد الدري ريح معايا، بدينا كنضحك انا وياه، مدرقين على الشتا في جنب واحد الباب، هذاك الباب ما ساكن فيه حتى واحد، ديك البلاصه خاويه، دار خاويه ما ساكن فيها حد، ما ساكن فيها حتى واحد. مريحين حداه وكاين الربيع قدامنا بحال اللي قلتي، جات في كتشوف التيره. مريحين حكا كنضحكوا مع بعضياتنا، انت جا وقف علينا واحد تم ساكن حتى بعيد من ديك البلاصه في كاين في مريح، انا بعيد عليها، جا من في ساك من السكنه ديالو، جات لهادي، جا وقفتهم وقال لي انت، قال لي نوض اش بالك دير هنا، قال لي نوض زيد حيد من هنا. نوض هادو، قلت لي علاش نحيد من هنا، وقفت بحال هكا هادو، قلت لي علاش نحيد من هنا. شاف فيا بحال، قال لي ماكش انت كتخزز عليا، وضربني بيد الكود بحال، ضربني بالضربه الاولى هني، قلت لي راك ضربتيني عاودني ثاني، عاودني ثاني ني فضل كنضرب راسي، ملي كيضربني بحال كنضرب راسي مع الباب، وانا ندافعو دفعتو بحق حيدتهم قدامي باش نخرج من ذاك الباب والوسط ديال الباب. ولد واقف كيشوف فينا من بعد، من شافني دفعت بواه تبعني الدري، انا غادي كنجري قدام وتبعني يطلع لي فوق ظهري وبدا. انت حضرتي راسك بغيتي تزيد في حالك؟ اه راه دفعتو باش حيد لي من قدام، وقف لي هو صحيح، وقف لي الباب هو طويل، هذيك دفعتو بحق باش نخرج من جهه الباب، انا ما خنقني وتميت غادي كنجري هربان طول الدار. تبعني ولدو، ولدو واقف حتى تبعني ولدو كيجري، طلع لي فوق داري وسار كيضرب فيا من هنا من اللور، طحت طيحه لي، طحت لا كرشي بحال نط، نوضني نط بحال طاح هو قدامي، ما كان طالع لي فوق داري، نط بيه طاح قدامي، واقف بحال شدني بواه قدامي مع نوضني شدني بواه ثاني بحال هو يخرج. واحد الدري ولد تما، كيجيبوا الدراري بزاف تما في هذيك البلاصه، كيجيبوا مولاد المدينه كيمشيو بركوا تما، كيريحوا العيالات الاول وكيجيبوا الدراري تما كيجمعهم داك ولد داك خيمه.
كيخرج من الباب وجاي بجنوي جاي كيجري بالجنوي بحال كنا كاين باه وداك الدري قدامي بحال هكا والدري الاخر جاي كيجري بالجنوي ودير ليا الشيره اللي ليا بحال الشيره هزيت هاد اللي بحال كاين تبيع على وجهي ضربني فيها العصابه هذا حسكم ليا اللي دي تحسكت بحال قلت هذاك لا العصب ديالي ديك كاملين تقطعوا قطعت بقات شاده ما تجلد الفوقينيه هذه هاد اللي دي قلت كطيح بحال الجهه اخرى قلت ليه راه يدي تقطعت لي حيد الاخر الموس وجبد قلت له داك باهم قلت له دير يدي قطعت ليا حيد لي الموس بحال وقال ضربك بيه اه بالجهه اللي بحال اللي قلتي ما بغاش يضربك في ديك الجهه الماضيه قلبو وجبد معك بها الراس نعلب بحال هرب هربت من وسط منهم كنجري دخلت من واحد الزنقه بحال اللي قلتي ما كاين معاك عارف فاش هو كدوز على الدري خويا دوري درت في ديك الزنقه وصلت على الدري خويا الدم باقي ما دايرش ديك الساعه باقي كيبان لك اللحم وكاك داك الشيء مشرق ولكن ما كيبانش الدم دقيت على الدري خويا محلي الباب ما الدم بدا كيطوش جاو تجمعوا ديك العيله دول الدوار داروا ليا شطاطه هنا جمعوا لي يدي بسميتو لي حيت بدات العيالات ديال الدوار هما اللي جمعوا لك يديك بالزيوفه بالزيوفه وبالشطاطه وشرقوا لي داك هذيك الجاكيطه كنت لابس كاع دو الفوق وتميت غادي والحق اللي جاو بالجنوي الحق اللي جات الفوق لحق عليك حتى لحدا خوك اه الحق اللي جات لحدا خويا حتى لحدا خويا وشافوا خويا وشاده الكاميرا كاينه كاميرا الفوق شاده الجنوي اللي حق اللي جات الطريق فوقينيه وجا واحد السيد جارنا كنعرفو تو قديم تو في ديك البلاصه هزني الموتور قال لي انا حدين وسط قال لي الشانطي قال لي ما نقدرش نغامر معاك قال لي نحطك هنا الشانطي هزني حطني هاد الشانطي وقف واحد من الطوموبيل هزني داك من الطوموبيل داني تحت واحد السطاسيون قريب لابريكاد حطني قال لي انا حدي هنا مشيت انا على رجلي دخلت هاد لابريكاد دخلت لابريكاد قال لي مالك قلت لي اش باغي قلت لي مودي ما كيحلوش عليك الباب هما من برا لابريكاد ديال الجدارميه ملي كتجي مع ديك القايده ديال المغربيه كتلقى مسادين داك الباب ديال برا لقيت قلت لي مودي راه واحد قاطع لي ليدي قال لي كيفاش قاطع لك ليدي قلت لي يدي راه تقاطع تا وريتني محك ليدي مقطوع جبدتها محك وريتني مع حابسي لي الدم هنا مابقاش كنحس بيه هذه دخلت لداخل قال لي شكون قلت لي مودي راه فلان ولي ضاربني فلان بالفلان وفلان حتى انا تا السميات ديالهم ديال دوك الناس مابقاش كنعرف كنيات ديالهم كنتي كتعرف هاد السميه نعرف هاد السميه ونعرف حتى كنياتهم عطيتيهم السميات عطاني لا داك اللي جايب معاه في الطريق ولا عطاني الكنيات قال لي من مشى فلان قول لي مرا فلان قال لي واش عارف كنيته داك فلان تدي معاش قال لي قول لي مرا كنيته فلان عاد مشيت حتى لبريكاد قلت لهم دير كنيته فلان وولدو فلان والدري الاخر اللي ما كنعرفوش حيت ماشي ولد تما داك الدري تا ولد الحبوس شي بلاصه كيسكن فيها ها ضيف معاهم ها ضيف معاهم كيتجمعوا تما قلت لي ودي راه فلان وفلان وفلان تا جا الاخر كيدق في الباب دقوا كنسمعوا قالوا لي مالك حلوا لي واحد الجهه طلعوا لي بحق قالوا لي مالك سمعت الصوت ديالك قلت لي هذاك هو اللي ضاربني ليدي انا داخل قلت لهم هذاك هو اللي ضاربني ليدي بحال اللي قلتي الجرايده ديال البريغاد قديمي قلت لهم هذاك هو اللي ضاربني ليدي دخلوه دخل بحق قال لي مودي شي باغي نديكلاري بهاد بغى يشفروني هما جوج ردوكم شفاره ردوكم بغيتو تشفروه داكشي علاش ضربك كون مشيت للبريغاد انا كنعرض نشفار كون لقيت دخلت للبريغاد ديك الساعه مشيت ديريكت للجدرميه كان غادي يديني يدير نشفار ديك الساعه بلا ما نحضر انا زيد قال لي مودي قلت لي مودي هذا السيد قاطع لي ليدي وجاي لاحق لي مازال كيقول لي شفار قالوا لي صافي سير ريح تتم الجدرميه قال لي ريح تمي اجي لابيلانس صافي جات لابيلانس هزتني صافي مابقاش مشيت خليتي هو عند لابريغاد خليته في لابريغاد مشيت لدار بوعزه من دار بوعزه اللي ما قابلونيش دار لي الدم تما في دار بوعزه جيت لميريزكو ثاني بقيت نتسنى في هذه الدريه اختي ترجعت حيت قال لك اودي ما خصتيش شي داك اللي مكلف بك شي واحد يتكلف بك باش تدخل دير العمليه صافي من جدك دخلوني درت العمليه بقيت في هذيك العمليه حتى الصباح ما عقلش مني فقط مع ديك الصباح بقاو كي ثاني كيزيد تقلب في الوراق تما كيدفعوك بالكروسه وكتجيب ورقه منه شد ديك الورقه انت ساليتي الاجراءات خرجتي معاش خرجت تقريبا ماشي 11 12 ديال النهار مشيتي طلعتي لحد السوال مشيت انا واحد الدري اختي مبغاش شي معايا ساكنه هنا قالت لي نمشي نشوف ولادي ما خلات هي طلعتي لحد السوال معايا طريا جدرميه قال لي دابا تجي عندنا وانت في الطريق انا في الطريق داير باقي لي المان طريق عطاو لي دوك من السبيطار عطاو لي واش درتها فوق ظهري دخلت عندهم قال لي نقيدو معاك المحضر قيدت معاهم المحضر ثاني هذاك الشيء اللي كنعاود لك دابا استعملوا لك يقيد لك قال لي صافي راه نبو كنعيطوا لك مزيان مشى فين مشيت لا بلاتي اخويا احمد قلتي لي
كناخذوا من عندك التليفون. هنا في كاين مربط الفراسه احمد، هذا هو النقطه المهمه اللي علاش تكلمت انا على شي حويجات. قلت لي خذوا عندك التليفون، علاش خذوا عندك التليفون؟ ما دخلت انا ما حيدوا لي التليفون، دخل لي عيطوا لي قال لي تعال تصين المحضر، ما دخلت الدم دخلوني لواحد البيرو حيدوا لي التليفون. زيد سمعوا ليك استمعوا ليا وبالداخل جابوا لك تليفونك. قلت لي ودي جيب لي التليفون ديالي، قال لي بلاتي مشى بقى بلاتي، عاد ثاني جاب لي تليفون، جاب لي تليفون، جابوا لي مهرس التليفون ديالي، جا مهرس. علاش تهرس التليفون؟ ما سولتيش؟ ما سواش ما سولش، حنا ما كنقدروش نسول الجدارميه. اش تقول لي كيفاش ما تقدش تسول الجدارميه؟ مال الجدارمي شكون هو؟ المحضر ما قريتوش انا، المحضر اللي قايد ليا ما قريتو والو، داكشي اللي كتب هو اللي كتبو صافي، داكشي اللي كتبو هو هو اللي كتبو صافي. انا قلت غياخذ ليا حقي من كي. واش ما خلاكش تقرا المحضر ولا انت ما قاريش؟ قاري انا قاري. ما خلاكش تقرا المحضر؟ قريش المحضر ما خلانيش. قال لك وقع وصافي. صافي قال لي وقع في سميتك قول فلان وسين. صافي. زيد. قال لي واش كتعرف تكتب سميتك؟ قلت لي كنعرف كتبها. قال لي كتب سميتك وسيني، كتب سميتي وسيني. جاب لي التليفون ديالي، جابوا لي دك مهرس ما خدامش. ما ارتاح لي فوق البيرو، ما حضرش لي بعد. صافي خرجت ركبت مشيت للدار، كنت نستنى في هذاك سوني، قال لي غنعيطوا لك، ما عيطوا لي ما والو. انا جاي للساده المشاهدين، علاش كان انسيستي على التليفون؟ مني مشيت للدار وتميت جاي غنجي نسواني، جايب لي واحد الطوموبيل، كيبان لي السيد اللي كنتسنى فيه من عيطوا لي على الحساب واش راه مشدود، لقيتو جايب موتور جاي داخل دارو. شحال ديال الوقت باش شتيه؟ شحال من يوم؟ شفتو خطره واحده من النهار. لا مشيتي تسواني، امتى مشيتي تسواني؟ واش الغد ليه؟ نهار لا نهار ثلاث ايام، نهار اربع ايام؟ بحال قلتي خرجت من ميريزكو النهار الاول، النهار الثاني. النهار الثاني شتي صاحب دعوتك خارج. اكسن سوانينا في هذاك سوانينا في حد سوالم، مني سوالم مشيت ما حيت ما بدلش فاصمة ديك الساعة، من مشيت من دار بوعزة بالثلاث قالوا لي خرج ثلاثة، انا الخميس خميس مشيت نسواني مع الصباح لقيتو خارج. انت الثلاث كانت تضربتي؟ من ريزوانا الخميس لقيت مع جي. انت الثلاث كنتي عند الجندارم سامعوا لك والخميس لقيتي معاه خارج ياك؟ مشيتي عند الجندارم شنو قالوا لك؟ قالوا لي الجدارميه قالوا لي انت اللي ما بغيتيش حقك، قال لي انت صوني لك وما جاوبتينيش. قلت لي مود التليفون واقف هنا ولا مهرس؟ قلت لي ممكنش فاش تصوني لي، قلت لي تليفون ادي مهرس انا مدقدق. دقدق عندكم قول لي. هو ما بغيتش ما قديش نقول لهم دقدق عندكم. انا عمري ما دوزت 824 ساعه فيها الجدارميه، ما كنبغي نشد. صافي قال لك هز الكلمة. قال لي ودي ما عندنا ما نديروا لك، قال لي حقك راك فرطتي فيه. صافي مشيت انا ديك الساعه درنا سيرتيفيكا في عاودنا ثاني خلصنا العمليه باش يخرج لك سيرتيفيكا باش تفعل سميتو لي. سيرتيفيكا شحال فيها احمد؟ فيها 45 يوم. 45 يوم دفعنا هي والمحضر، دفعنا هذا وكيل الملك في السطات. درتي شكايه عند وكيل الملك في السطات؟ درنا الشكايه ودفعنا لوكيل السطات بالتصويره ديالها بكل شيء ليها. قالوا لي صافي غنعيطوا لك. ما عيطوش لي دابا هذه الثالثه في السيمانه درك ما عيطوا لينا ما والو. انا كان انسيستي على التليفون لان ملي كنقولوا هذا السيد دخل قالوا ليه ارد تليفون، شويه جابوا ليه التليفون مهرس، من بعد يومين كيبان ليهم كيبان ليه السيد خارج، ملي كيمشي عندهم تيقولوا ليه عيطنا لك وما جيتيش. والفهم يفهم، والله ما غنشرح حاجه. هاد السيد راه عنده دار، راه عندكم لادريس ديالو، راه كاين تقديم عند السيد وكيل الملك، راه جناية هادي، راه اش خلاو الناس الكبار اللي بغى يبوسك راه كيعرف فمك في الظلام، راه هاد الناس كون باغيين يديروا خدمتهم كون مشاو صيفطوا ليه واحد حتى للدار، راه مضرور، راه عصب تقطع. راه كون جاو عنده تال الدار، اجي يا ولدي راه عندك تقديم غدا وكدار، راه السيد عادي خصها تعطاه، راه ما غيديرش شي حاجه فوق القانون، ولكن هما ما بغاوش يديروها لانهم تعمدوا ما يديروهاش. فلا حول ولا قوه الا بالله. احمد باش كطالب دابا اخويا؟
وانا حقنا حنايا، وانا حقنا اللي يواجهوني ما يقول لي السبب ديالو علاش ضاربني اللي ديان، شنو السبب اللي خلاه باش يضربني اللي دي، شنو دير لي انا في حياته كامله من نهار حتى هو تما في عمرني انا اديت ولا قربت ليه، ولا مني كانوا ولادو قبل مني كانوا ولادو تم قبل ما يحولوا منا، مني كانوا ولادو تم كانوا بركوا شي ايامات تم وعاودوا ثاني ولا كيدير الدراري ولا مرتو داكشي مابقاش هو يبركوا ليه تم، ولا كيديروا لي عمرني ما اديت ولا شفت فيه شي شوفه ناقصه كاع تجت تعدى عليا داك النهار، بغيت حقي فيه انا السيد. خدام احمد كتقرا شنو كدير؟ كنت كنخدم تبنيت كنخدم في القبص نخدم في هادشي ديال البومبات ديال الماء الطاقه الشمسيه، جبد البومبه الجران ديال البومبه ديال الماء، كنت غادي مع واحد خينا يلاه تحركت مع دابا شي ظرف شي عامين باش شديت مع هادشي الطاقه الشمسيه والبومبه ديال الماء غادي خدام معاهم وين بخير، خاصني حتى حاجه تتصرف ليا هاد خينا، ما بقى عندك باش تخدم دابا انت ما عندك باش تخدم بيد واحده ما دير معاك والو، المهم تشد هذيك البومبه تهز الطاقه البلاكه ديال الطاقه الشمسيه تخدم بها تخدم بيديك بجوج، من مابقاش خدمه راه حنا ولينا مريحين دابا ما كاين حتى حاجه. نتمنوا من الله ان ربي يشافيك ويعافيك اخويا احمد وترجع يديك كما كانت باذن الله، ونتمنى من الله عز وجل ان المسؤولين يسمعوا النداء ديال احمد يردوا ليه حقه، وانا دائما كنقول ما ضاع حق وراءه طالب، وعندنا خيرة المسؤولين الحمد لله اللي كي يتفرجوا في الفيديوهات وكي ياخذوا الحق ديال المظلوم من الظالم، وكاع اللي دار يديه في هذا الدوسي يتحاسب، وعارف اش كنقول، فالظلم ظلمات يوم القيامة، راه كاع اللي ظلم هاد السيد هذا راه غدا يوم القيامة غياخد ليه حقه، فلا حول ولا قوة إلا بالله، ما عرفناش هاد البلاد فين غدا من اللي كيكونوا بعض الناس باقين كيمشيو بهاد الطرق البدائية القديمة، راه كلشي تطور في هاد البلاد، ديروا شي حاجة جديدة، قلبوا كيفاش ظلموا عباد الله، اما ظلم بحال هذا راه باين واحد مقطوع عليه يديه وواحد اللي قطع عليه لا راك ما جيتيش ما عندنا ما نديرو لك، او حتى ما جاش عندك الدري مقطوع عليه يديه ما جاش حتى لعندك ما شتيش الحاله كي دايره، حنا ما غنلوموش وكيل الملك اللي غيكون طلقو ما غنلوموش، لان السيد وكيل الملك كيمشي غير على حساب داكشي اللي كيتعطاه في التليفون اولا داكشي اللي كيوصلو في المحضر، فلا حول ولا قوه الا بالله، كنتمنى من الله عز وجل ومن المسؤولين في محكمه الاستئناف بسطات انهم ياخذوا لهذا الشاب حقه، انه مازال في مقتبل العمر، ما يمكنش واحد تظلم والظالم وشاد يديه محوزه عنده والظالم كيتسارى، شكون اللي غيبقى يدير الثقه في حال هاد الناس؟ اعزائي المشاهدين كان معكم في التعليق الحراب عبد الكبير وراء الكاميرا عاطف، الى اللقاء.